من الرائع مشاهدينا أن نعيش فرحة النجاح والتفوق، والأروع من ذلك أن نعيش فرحة التميز بهذا التفوق والنجاح. دائما نقول من جد وجد، ومن سار على الدرب وصل. واليوم وصل إلينا في برنامج المتفوقين الطالبة المتفوقة والحائزة على المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية العربية السورية في شهادة التعليم الأساسي بالدرجة الكاملة 3100 الطالبة يارا وحيد صفية. أهلا وسهلا فيك يارا، ومبروك التفوق والتميز. أهلا فيك، الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. إذن الترحيب أيضا موصول بالسيدة أحلام فاهود، حضرتك والدة الطالبة يارا، وأنت شريكة حقيقية بهذا التفوق والنجاح. طبعا نحن رح نبدأ الحوار معك ونتعرف على مسيرتك بهذا العام الدراسي الجميل، واللي ترك ذكرى جميلة رائعة بحياة يارا. وطبعا هاي الذكرى نحن رح نتشاركها ونتشارك هاي اللحظات الرائعة، ولكن اسمحوا لنا نتوقف بدقائق مع هذا الفاصل القصير، وبعد الفاصل نعود مشاهدينا، ابقوا معنا. عدنا مشاهدينا بعد الفاصل، ومباشرة نعود للحوار مع يارا وحيد صفية. يارا، أنت اليوم عم تعيشي فرحة تفوق وتميز بنفس الوقت، فهي الفرحة أكيد إلى أبعاد كتير جميلة ومستحيل إنها تنسى. حابة تحطينا بجو الفرح اللي أنت عشتيه لما تلقيت الخبر إنه أنت الطالبة الأولى على مستوى الجمهورية العربية السورية؟ أكيد يعني فرحة ما بتنوصف بالكلمات، يعني هي إجت ثمرة تعب طويل خلال السنة وأكثر من السنة، ومع الظروف اللي عشناها فكان ضغط علينا شوي زيادة، بس الحمد لله حصلنا نتفوق يعني، فكانت النتيجة كتير تخلق هيك فينا فرحة حلوة. صح. كتير فرحة وذكرى رائعة مستحيل ننساها. مين خبرك أول شيء بالنتيجة؟ أنا طلعت نتيجتي بإيدي. طلعت فيها لحالك؟ كانت صدمة؟ كانت فرحة؟ أكيد. شو كان يحكي لنا الوقت؟ يعني فرحة كتير حلوة. أول شيء أنا ما انتبهت كتير على مجموعة بقدر ما انتبهت على علاماتي بالمواد. كتير انبسطت لما شفت إنه موادي كلها علامات تامة، بعدين خبرت أهلي يعني اللي شاركوني هيدا الفرحة. مين كان قاعد معك وقت اللي خبرتي اول واحد؟ ماما وبابا واخوي الصغير. تماما، معناتها السيده احلام لما عم تقول لك يارا انه هي الطالبه الاولى، شو كان شعورك ومشاعرك بهاي اللحظه؟ يعني هو شعور بقدر ما كان شيء من الفرح اختلط بشيء من مشاعر يعني الدموع، ما بعرف انه شعور بين الفرح والحزن صرنا يعني. فعلا هو بيستحق تماما، يعني هيدي اكبر فرحه ممكن الاهل يعيشوها مع اولادهم، يعني هن بيطمحوا لها بشكل خاص يعني. والحمد لله يعني نحن ما كنا ابدا مستغربين، لانه يارا كانت من الاصل يعني بالاساس طالبه متفوقه ومجدي ومجتهده ومثابره، من اول السنه كان هدفها الحصول على التفوق. معناتها كان في تفوق، في اصرار وفي تحدي، كان تماما مثابره من قبلها يعني. وهي يعني عطتنا مثل ابي يقولوا الفرحه يلي نحن ما يعني ما بعرف الشعور اللي الواحد ممكن يعني يعبر عنه تماما، بس بيبقى هذا الشعور يعني احلى شعور ممكن يعيشه الاهل مع اولاده. تماما، وان شاء الله بيتكرر على طول يارا بكل مراحلك الدراسيه وبحياتك المهنيه حتى كمان. معناته احنا فينا نقول انه انت ما كان وليد الصدفه انك تجيبي 3100، وانما كان نتيجه تراكم خبراتك بالاعوام الدراسيه السابقه وتفوق بمراحل سابقة. عن هذا التفوق وعن هاي التراكمات حابب نعرف أكثر، شو استفدتي منها لحتى تكون اليوم أنت ببرنامج المتفوقين؟ هلا التفوق ما بيجي تعب سنة واحدة، يعني هو تراكم سنوات من بداية المدرسة، فكله كان تعب يعني تراكم دراسة وتركيز مع الأساتذة، دعم من الأهل، ف يعني وأنا كمان كان عندي هدف إني أجيب العلامة التامة، وسعت له يعني بإرادة وتصميم، والحمد لله كانت النتيجة مرضية للي بدي يعني. تماما. خلال عام دراسي كامل، نحن بنعرف كثير في مراحل دراسيه بالعام الدراسي، يعني من بدايه العام الدراسي، المذاكرات الفصليه الاولى، امتحان نصفي، فتره الاستعداد النهائي، والمذاكرات الفصل الثاني، يعني كل
مرحلة من هاي المراحل العام الدراسي كانت تتطلب مننا خطة معينة، كانت تتطلب من الطلاب نفسهم أنه يتصرفوا تصرفات معينة، سلوكيات معينة لحتى هن يتجاوزوها بنجاح، وبالتالي هالتراكمات هاي تربط مع بعض البعض ويصير في تفوق حقيقي بنهاية العام الدراسي. حابب أعرف منك كل مرحلة كيف كنت تدرسي، كيف كنت تتعاملي مع المنهاج ومع الوقت بنفس اللحظة يعني؟ هلا طريقة الدراسة بتختلف من طالب للتاني، يعني أنا كانت دراستي حسب المواد، يعني كنت شوف مواد إنه هيدا بدها حفظ كنت حاول أحفظها، يعني أكتب رياضيات كنت حاول دائما حل إنه ما أنساها لأنه مادة لازم متابعة تعتمد على الفهم والإدراك وبدها متابعة صح والتحليل. يعني كانت دراستي حسب أنا كيف بحس إنه لازم أدرس كل مادة، كيف إنه طريقة دراستي، كيف انه كمان اساتذه كثير ساعدوني بهيدا الشيء، يسهلوا لي المعلومات ويوصلوا لي اياها، وانا كمان اتعب بالبيت ما خلي تراكم دروس عندي من شان خلال السنه ما كمان يكون الضغط كثير كبير. صحيح يكون واحد مرتاح. مرتاح تمام. بعد تعبه خلال عام دراسي كامل. المنهاج الدراسي والصف التاسع الاساسي متنوع وشامل وواسع بمعلوماته، في مثل ما قلنا العلمي وفي مواد الادبيه والحفظيه وفي مهارات كثير مطلوب انه تتفعل للطالب اللي عم يدرس منها، مهاره حفظ، تذكر، حتى استماع، حتى الفهم والتحليل، مهارات التحليل العليا، ولكن بيبقى للطالب ميوله لمواد يمكن تكون اكثر من مواد ثانيه. حابب اعرف ميولك لوين كانت بتشدك اكثر للمواد بالضبط، يعني لوين كنت انت بتميلي؟ للعلميه اكيد. للعلمية. بحس فيها انه خلال السنه بتريح اكثر، اذا فهمت كمان ما بتعب. تمام. ميولك للعلميه معناتها ما بيلغي حبك أبداً. للمواد الادبيه أبداً. انما كان في توازن بيناتهم. كيف انت خلقتي وحققتي هذا التوازن؟ هو انه حسب توصيل الحين معنا، يعني حببونا بالماده اللي عم يعطوها حلو كثير، ونحن ما كان يعني كنا عن جد متفوقين بمدرستنا وكلياتنا منحب المواد والدراسة. من حقنا نعرف اسم مدرستك؟ الكوميت إبراهيم بلادي المتفوقين. أكيد إلى الفخر فيك وبزملائك اللي تفوقوا وانطلقوا من هاي المدرسة. إذا معناتها أنت كان عندك موازنة بين الدراسة للمواد العلمية والدراسة للمواد الأدبية. طيب عن نمطية دراستك وطريقة دراستك بالمجالين حابب كمان تعرفينا أكثر لتكوني أنت عم تلهمي اليوم الملهمة الحقيقية للطلاب اللي سنتي جاي رح يكونوا صف التاسع. يارا أول شيء إنه الهدف يحطوا هدف إنه هن لوين بدهم يوصلوا آخر السنة، تعبون لازم ما يروحوا شي فاضي، وتنظيم الوقت لازم ينظموا وقتهم منيح إنه يحسوا إنه هن عم يعملوا كل شيء عليهم إن يتعبوا خلال السنة، وكل واحد حسب طريقة دراسته يعني إنه كيف بيرتاح بدراسته للمواد. ذكرتي نقطة كتير مهمة يارا، وهي إنه الأساتذة بيلعبوا دور بتحبيب الطالب بالمادة أو أنه مثلا بإزالة هاي مشاعر الخوف يمكن أو أنه صعوبات معينة بينه وبين المادة، وبالتالي يلتغى هذا الحاجز. هذا نتيجة أساليب معينة هني بيتبعوها من خبرتهم بالتدريس وحبهم وإخلاصهم بمهنة التدريس، ولكن على الطرف الآخر في طالب في طرف تاني بالعملية التعليمية أكيد له واجبات، مسؤوليات، أدوار مهمة يجب أن يقوم بها لحتى تتحقق عملية الموازنة بمعادلة النجاح والتميز. دور الطالب شو ممكن يكون وشو ممكن تلخص لنا يا يارا بالغرفة الصفية أثناء شرح الدرس وبالمدرسة بشكل عام؟ هلا دور الطالب هو الأول والأخير، يعني إنه هاي مسؤولية بدها تقع عليه وثقة من أساتذته ومن أهله، فلازم ما تروح عاشي فاضي. بالغرفة الصفية أكيد التركيز مع حكي الأساتذة، دقة المعلومات اللي بيسجلوها، التركيز يعني خلال الصف هو نص دراسة المادة. تماما. سيدي أحلام، لما كانت يارا تدرس وتعاني من ضغوطات، يعني توصل لمرحلة أنه مثلا دماغها تعب وبحاجة لترفيه عن النفس، بحاجة لتجديد الرغبة بالدراسة والحماسة، أكيد دور الأهل هو الأساس كونه حضرتكم ملازمين ليارا كأب وأم وأخوات، يعني بالنسبة لأشقائك بالبيت. جو البيت كيف كنت تهيئي ليا ليارا وكيف كنت تقومي بهذا الدور بالترويح عن نفس يارا؟ مثل أي أم حريصة على نجاح بنتها وتفوقها، يعني كنت حاول قدر الإمكان أنه جو البيت يكون مريح وهادئ يساعدها بالدرجة الأولى على الدراسة والتركيز، نبعدها قدر الإمكان عن الضغوطات اللي منعاني منها مثل أي أسرة سورية بتمر عليها ظروف الحياة والمعيش، خاصة هذا العام يعني خاصة كان هذا العام تحديات كان مثقل بالضغوطات. صحيح. يعني زيادة عن أي عام تاني.
لما كانت هيك شوي نفسيتها تتعب يعني كنا نحاول نطالعها مشوار ترفيهي كمان يعني مثلا بنهاية الأسبوع يخفف عنا شوي ترجع هي بنفسية متجددة على الدرس والدراسة والتركيز. طبعا أنا لحالي يعني أنا بالتعاون مع إخواتها وأبوها قدرنا يعني الحمد لله على قدر ما بنستطيع يعني نأمل لها الجو هيدا والحمد لله هي مش الحال وعطتكم هذا الشعور الحلو يعني قديش شعرتوا بالفخر بين جيرانكم بين أقربائكم شو هاي المشاعر الجميلة اللي خلقت لكم إياها من خلال تفوقها؟ يعني شعور الفخر والاعتزاز فيها وإنه هي يعني قدرت هي هالتعب اللي البيت عم بيقدم لها إياه سواء يعني إخواتها أو أمها أو أبوها فهي كانت على قدر المسؤولية ودرست بتعب وباجتهاد يعني وسابرت ويعني الفضل الأول والأخير طبعاً تمام. والأساسي هو لإلها يعني تمام. وأنا بتمنى من يارا شغلة إنه تضل متابعة على هالطريق هيدا وتسابر حتى النهاية إن شاء الله. هذا الكلام يارا شو بيخلق بداخلك من اليوم من مشاعر من واجبات من مسؤوليات اللي عم تسمعي من والدتك؟ مسؤولية أكبر أكيد يعني وإن شاء الله ما بخيب ثقتهم فيني إن شاء الله. جوك المحيط من خلال أصدقائك وزميلاتك اللي كانوا معك بالصف أكيد بيلعب دور كمان بالتفوق لأنه هنجيني كمان طرف بلازمه الطالب وتحديدا الطالب المتفوق. شو ساعدوك رفقاتك؟ شو قدموا لك؟ كيف هني فينا نقول هني كانوا طرف مساهم بتفوقك اليوم؟ هنا كانوا كلهم من المتفوقات ومن المتفوقين فكان في منافسة حلوة بيناتنا يعني منافسة نحن كلنا أخذناها بشكل إيجابي مو سلبي خلتنا نتعب أكثر ندرس أكثر والحمد لله كلهم يعني بما فيهم أنا جمعنا علامات حلوة وفرحنا أساتذتنا وأهلنا. تماما. كيف تواصلوا معك؟ شو قالوا لك؟ شو حكوا لك؟ كيف باركوا لك؟ كيف شاركوك بفرحتك؟ أول ما استلمت النتيجة يعني كلهم حكوني وباركولي وأنا بنفس الشيء ردت لهم المباركة يعني كانت فرحة حلوة بيناتنا. أكيد ما رح تنتسى وهاي الذكرى رح تغير فينا كتير شيء للأحسن. أكيد. فاليوم إذا بدي أسأل يارا وحيد صفية بعد ما أخذت هذا المركز المرموق والراقي والدرجة الأولى على مستوى سوريا 3100 مو بالأمر السهل شو اللي غير بداخلك؟ كيف اليوم بتشوفي نفسك بعد بالمقارنة مع قبل 3100 وبعد 3100؟ صار عندي ثقة شوي زيادة يعني لا ثقة كبيرة خلينا نقول بأنه إمكاناتي أنه أنا عندي في عندي طاقة فيني استثمرها بشكل أحسن وتحمل يعني قدرة تحمل وصبر صرت شوف هاي الشغلات أكثر بعد النتيجة يعني. تماما. يارا اليوم كنا عم نحكي كتير بشغلات حلوة وإيجابية ولكن النجاح والتفوق هو دائما مسيرة مطبات ممكن تكون دائما يعني في شيء حلو وفي شيء صعب وفي شيء ممكن يكون بشع بيصيبنا بالإحباط باليأس. أصعب شيء وحالي وموقف أنت عشتيه هذا العام الدراسة واللي قدرتي بعد فترة نقول أنه تجاوزتيها هي فترة الحجر قبل الامتحانات. هيدا الفترة كانت زاد فيها التوتر والضغط علي يعني بس الحمد لله يعني كان في دعم كبير من أهلي كانوا ناطرين مني نتيجة حلوة بغض النظر يعني ما بدهم شيء فوق طاقتي بس بنفس الوقت حاطين ثقة أنه أنا بدي أجيب شيء فرحهم فيه وكانت النتيجة حلوة تماما. والمدرسة أكيد إلى دور كبير كان أكيد لأنه التفوق هو ثمرة التعاون بين المدرسة والأهل مع مسؤولية الطالب وتعبه خلال سنة تماما. كثير من الطلاب حابب نحكي بهاي النقطة وأنا بحب دائما ناقش المتفوقين بهاي النقطة يارا أنه بيتجهوا بخلال دراستهم لكثير أقاويل لكثير إشاعات لمراجع تانية نقطة مثلا أو محلول أو أي شيء وبيهمشوا الكتاب المدرسة. رأيك أنت بهذا الموضوع وشو بتنصحي ضمن هذا الموضوع؟ هيدا غلط كبير لأنه الكتاب المدرسي هو المرجع الأول والأخير للطالب يعني ما رح يفيده بامتحاناته غير الكتاب هو بيضم كل شيء هو الشامل وهو اللي رح يفيدنا يعني خلال الامتحانات خلال الأسئلة. دقة الدراسة كتير مهمة ودقة المعلومات اللي رح ناخدها يعني كمان كتير مهمة لازم الطالب قبل ما يفكر يروح على الامتحان لازم يكون في شامل كل أفكار الكتاب صحيح بغض النظر عن النوطات والأقاويل والإشاعات. طيب الفحص النصفي في ناس كمان بيدرسوه باهتمام يمكن أقل كونه أنه درجاته مانا داخلة بالامتحان الأخير أو بالعلامة النهائية. أنت كيف كنت تتعاملي مع الفحص النصفي؟ نحكي كمان بصراحة أكثر.
هلا انا ما همشت الفحص النصفي نهائيا. برافو. يعني كان كمان بمدرستي وامتحاناتي، فكانت يعني مثل رقم واحد عندي. فما حاولت انه حاولت اتعب مثل كاني رح اتعب رايحه على امتحانات اخر السنه. فيعني كان كثير مهم لانه هي تجربه يعني مهمه واولى وبتعطي مخزون، بتعطي مسؤوليه، بتعطي ثقه مثل ما ذكرتي. تمام. وبتعطينا كمان اهتمام بالدراسة وبالتحصيل العلمي. اليوم بعد ما عم تعيشي سيدي أحلام حالة تفوق مع بنتك يارا، ما بعرف في عندها أشقاء لسه أصغر، يعني أنه في عندك لسه تجارب بالمستقبل. تمام. فكيف رح تستفيدي اليوم من تجربتك مع يارا لحتى تخلقي كمان طلاب متفوقين بالأعوام القادمة إن شاء الله؟ رح حاول كمان نفس الشيء، ادعم ابني. طبعا ابني هلأ صف سابع، رح حاول ادعمه يعني على قدر ما بستطيع، سواء على مستوى الدراسي او على الصعيد النفسي يعني. وحتى بظروف البيت رح حاول بعدهم قدر الامكان، شوفيني ساعدهم كمان علميا رح ساعدهم. وبتمناهم كمان ياخذوا من يارا نموذج، يعني يارا هلا صارت تجربه اولى، فهني انا واثقه رح يعتبروها نموذج لهم ويمشوا على طريقه اذا الله. تماما. يعني ذكرتي انه هي التجربه الاولى كانت مع يارا، وانما في اسا بالمستقبل تجربتين قادمات وان شاء الله بيتكللوا بنفس سويه التفوق والنجاح. هون يارا انت رح يكون لك دور كبير اكيد بالتعامل مع اشقائك اللي هن بعد كم سنه مقبلين على هاي التجربه، من خلال طبعا الشيء اللي انت اختزنتيه كمخزون بالتفوق والنجاح وبدراستك وبالتحصيل العلمي. ولكن هلا حابب اخذ منك هيك مثل نصيحه، مثل ارشادات، معلومات تعطيها للطلاب اللي هن سنت الجاي رح يكونوا صف التاسع الاساسي، لتكوني انت ملهمه حقيقيه اليوم بالتفوق والنجاح. انه ما يتوتروا ما يخافوا، هي سنه كثير حلوه، بقدر ما رح تكون سنه صعبه رح تكون من اجمل السنوات، رح يحسوا بقيمه الشيء اللي عم يعملوه اكثر، وان شاء الله كلياتهم متفوقين ان شاء الله. اذا اليوم التفوق هو حاله حلوه جميله جدا الكل بيطمح ليعيشها، من خلال انت الشيء اللي عم بتعيشي بمعنى التفوق، هذا المصطلح يعني لما بنسمع صرنا تفوق، شو صرت انت بتقولي؟ هو ثمرة نجاح كتير كبيرة، هو صعب بس بنفس الوقت هو نتيجة كتير حلوة ونتيجة مرضية للحلم اللي بيكون الواحد حاطه. يعني التفوق ما بتوصفه كلمات، بس هو عن جد يعني شعور كتير حلو ونجاح كتير كبير. تماما. العلاقة كانت كتير جدية فينا نقول مع الأساتذة ولا اللي هني عم يدرسوك ويعطوك المعلومات، ولكن أكيد بيضل في شيء حلو حميمي لما بيكون الأستاذ بيحسسنا أنه هو مثل ولي أمرنا، مثل صديقنا، مثل يكون أنه مثلا مقرب لنا. حابب أعرف كمان علاقتك مع الأستاذ، كيف أنت بنيتيها، كيف أنت بادرتي لحتى تكون هاي العلاقة فعلا هي علاقة صداقة وترتقي إلى أكثر من ذلك؟ أكيد يعني المثابرة، التركيز معهم، الاحترام أكيد شيء واجب، ودائماً نكون مركزة معهم كتير، بسمع نصائحهم وتوجيهاتهم وباخد فيها، فهيدا عمل شيء حلو يعني بيني وبين أساتذتي، بحترمهم كتير يعني وبوجه لهم شكر كبير إنه نجاحي كمان كان نجاح لإلهم أكيد. طيب انت اكيد هلا فينا نقول تكرمتي من جهات معينه، مثلا نتيجه تفوقك وحصولك على درجه التميز، شو كان بيعني لك التكريم وشو قدم لك التكريم؟ دعم كثير حلو، يعني دعم معنوي وشيء بحفزنا لحتى نقدم الاكثر، واكيد يعني هو شيء حلو بعد تعب حلو التكريم، بيكون يعني الواحد بقمة السعادة لما بيشوف انه تعبه ما راح على شيء فاضي، وانه في جهات بتقدر يعني انه الشيء اللي عمله الواحد، تفوقه وتعبه ودراسته. تماما. وهذا الشيء يمكن بيعزز فينا نقول وجودنا، بيعزز رغبتنا اكثر بالدراسه. حكينا في حوارنا عن الرغبه انه لازم تكون موجوده لحتى الطالب يدرس ويركز اكثر، ولكن انت لما عم تدرسي بتركيز معناتها انه انت كنت عم تختصري وقت كثير، وبنفس الوقت عم تختزني هاي المعلومات بصوره صحيحه. عن الدراسه بتركيز، كيف انت كنت تدرسي بتركيز؟ شو كان مخططك؟ شو كان برنامجك اكثر للدراسه؟
أول شيء الهدف، يعني أنه أنا حط هدف أنه بدي أجيب علامة، أنه علامة تكون بترضيني أنا، بترضي تعبي يعني. وتركيزي مع أساتذتي خلال الصف، خلال أعطاء الدرس كان هو نص دراستي، وبعدين حاولت ما راكم علي الدروس، أنه خلال السنة أكون مرتاحة أنا. فحاولت يعني حط تعبي وجهدي بدراستي وركز مع كل كلمة عم بدرسها وأشمل كل فكرة بمنهاجي. يمكن بدي أسألك هلأ سؤال صعب، أكثر أستاذ حسيتي أكثر فيك يعني، حتى لو ذكرتي اسمه حق أنه نحن نذكر اسمه لأنه تعب معك وهو شريك كمان بهذا التفوق، شو أكثر أستاذ حسيتي قريب لإلك أثر فيك، ويمكن يكون أكثر من أستاذ يعني، وشو كان دوره الحقيقي معك بعملية التفوق؟ ما فيني أذكر اسم أبداً، يعني هن كلياتهم كانوا عن جد من أكثر الأساتذة اللي أنا حبيتهم وارتحت معهم واستفدت منهم كثير، يعني هن أساتذة كلياتهم عن جد إنه كانوا كثير مريحين معنا مع الطلاب كلياتهم، وحاولوا يخففوا عنا خلال السنة بما إنه نحن شهادة، بس بوجه لهم شكر كبير بس وبحترمهم كلياتهم، بس ما فيني اذكر تماما. هني اكيد رح يضلوا على تواصل لحتى تتوصلوا لشهاده التعليم الثانوي. يعني اليوم فينا نقول انه بهلا وجودك ببرنامج المتفوقين كثير من الطلاب بيتمنوا فعلا انه يكونوا قاعدين مكانك، وانت اليوم محظوظه كثير، ويمكن عم يحسدوك كثير عالم يعني، فبالتالي انه انت وصلتي لهدفك بجرأة وبثبات وبقناعة وبتخطيط وبمسؤولية وبدراسة وبكثير من العوامل الأخرى. ولكن التفوق مثل ما قلنا أنه هو بده متطلبات، بده وسائل معينة يوصل فيها، إنما هو يبقى هدف وطموح سامي. ولكن هذا الطموح ممكن يتعرض بعض الطلاب أحيانا لصعوبات وضغوطات قد تؤدي إلى تراجعهم عن الدراسة يارا، ولكن الحلو انه نحن كيف نحن نرجع نستمر بعجلة الدراسة والتفوق. انت هون شو بتتوجهي بكلمة بنصيحة من خبرتك هلا فينا نقول بالتفوق لهدول الطلاب لحتى هن يرجعوا يستمروا بعجلة الدراسة والبحث العلمي وبشكل عام يعني التحصيل الدراسي؟ انه يكون عندهم إرادة وراغبين بالشيء اللي هن بيطمحوا له، يصمموا عليه وينظموا وقتهم على هيدا الأساس. يعني هو التفوق اكيد شيء صعب والنجاح صعب، بس دائما الوسائل متاحه ومتوفره تمام. والواحد اذا استغلها يعني بيوصل لنتيجه مرضيه له. تمام. بفتره الحجر الصحي اللي انفرض علينا كان لك تعامل خاص يمكن بهاي الفتره، كيف كنتي تنظمي وقتك؟ كيف كنتي تتدبري امور دراستك بفتره الحجر؟ تواصلت مع اساتذتي وكنت خلال دراستي المنهاج نشوف الاسئله واسالهم اياها، ما انقطعت ابدا عنهم، وكان في كمان اسئله وتسامية الكترونيه فما كان في قطع نهائيا طبعا. وحاولت ما اقصر ابدا اعطي الفيني. طيب يارا، خلال وجودك بالغرفه الصفيه بوقت الامتحان، ورقة الأسئلة الامتحانية كيف كنت تتعاملي معها؟ البعض يمكن بيسهل لك السؤال بينظر للأسئلة كلها بشكل كامل بعدين بيبلش الحل، والبعض بيفضل سؤال سؤال، كيف أنت كنت تتعاملي وشو برأيك الطريقة اللي أنت بتلاقيها مثلى للتعامل مع ورقة الأسئلة؟ هلا أنا كنت شوف الورقة سؤال سؤال، ما أضغط على حالي، ومثلا ممكن ألاقي سؤال أنا ما كتير إجابته بذهني، بس تعاملت مع أنه سؤال سؤال وحاولت يعني أنا وعم أكتب كل افكاري انه احطها بجوابي، يعني ما اترك شيء انه انا ممكن اسهى عنه او شيء، فحاولت انه ورقتي تكون شامله للاجوبه ومرتبه، ويعني كان اكيد مشان يرتاح كمان المصحح ترتاحي انت كمان بالجواب. وبعدين انه اساتذتي كانوا يعطونا مفاتيح الحل الايجابي والحل، وحاولنا نحن نتقيد فيها انه دائما تكون ورقتنا مرتبه والاجوبه شامله. طيب شو شعورك وقت كانوا يسلموك ورقه الاسئله؟ هيدا اصعب شعور. هيدا اصعب شعور انه نحن جايين ومحضرين منيح، بس كمان انه ممكن بضل له رهبته الامتحان تماما، التوتر والخوف من انه مثلا يجي شيء نحن ما لنا محضرينه او شيء، هيدا التوتر بضل موجود حتى لو نحن كثير دارسين منيح. بس بعدين اول ما
الواحد ببلش يحل بينسى كل هيدا الاشياء، بيركز بالشيء اللي عم يحله. وهون بتجي مشاعر وذكريات، كيف كان يدرس وكيف كان يحضر، ويمكن بيكتشف اخطاء الطالب فعلا بهذا الموقف، انه انا كان لازم لو دارس اكثر هيك، لو مركز اكثر كنت، في حال انه واجهه سؤال صعب. لما انت كان يواجهك سؤال يمكن يشككك انه ممكن تخسري علامه او انه في شيء لسه ناقص، كيف كنت تتصرفي مع هذا الجواب وهذا السؤال؟ هلا اول شيء كان ياخذ مني شوي تفكير، يعني هيدا كان اخر شيء، بس بعدين انه حاول ضم كل اجاباتي، اجابات اتذكر شرح الاساتذه، حاول ضم اجابات الكتاب واجابات مثلا انا مقتنعه انه هيدا رح تكون مناسبه للسؤال. تمام، فكنت اتعامل معه هيك انه بسلاسه، يعني ما كثير معقد، ما تتوتر، ما تسمحي للتوتر هو أبداً. يشغل تفكيرك ابدا. برافو عليك. بسؤالي الاخير للسيده احلام، يعني بيوم الامتحان كيف كنتي تهيئيه لحتى تروح للامتحان؟ كنتي تروحي معها مثلا ولا تبعتيها لحالها؟ لا طبعا انا وابوها رافقناها من اول يوم، يعني راحت في على الامتحان، كنا معها خطوه بخطوه، كنا طبعا هي انه يعني بضل الامتحان في رهبه مهما كان، خاصه باليوم الاول نخفف عنا انه يعني بقدر الامكان انه ما تخافي من الاسئله، ما تخافي يعني شوي شوي بهدوء فكري بالسؤال، اكتبي بتروي. طبعا يارا خطه مميز جدا، يعني كان دفتر انا واثقه من الدفاتر المميزه بالترتيب والخط الحلو الجميل، فهذا الشيء كمان بيريح المصحح، يعني انه لما اللي صححنا اكيد. وكنا نستناها مستنظره يعني لحتى تخلص الماده ونرجع سوا نطمن عليها، وكل يوم بيومه هيك لحتى اخر يوم بالامتحان. تماما، يعني يارا انت كنت ترجعي من الماده، كنت خلص سكرتي ملفات الماده وتبلشي تحضير مباشره، ولا كان في فتره استراحه؟ اكيد يعني بعد الامتحان في فتره استراحه، وكنت شوف انا سلالم تصحيح خلال هيدا الفتره، يعني بضل الواحد قلق ومتوتر يعني بعد صحيح. الامتحان بس كان في خوف من بعض الاجزاء، بس الحمد لله لا ما كان في اخطاء مؤكده من سلالم التصحيح، وكنت انتقل يعني ما في وقت كثير كبير بين الامتحان والماده اللي بدي بلشها. بالعموم بس الطالب بيكون مرتاح لما بيدرس كل درس بدرسه مثل ما حكينا بدايه الحلقه، وما بيخلي شيء يتراكم معه، صح أكيد. الكلام تمام. يعني اليوم انت متفوقة، وببرنامجنا المتفوقين ومثل ما قلت كثير بيحلموا يكونوا قاعدين مكانك، لمين بتقولي شكرا؟ لأهلي أول شيء أكيد، هن الدعم الأول والكبير، لأساتذتي ولا يعني إنه رفقاتي ولمدرستي، يعني عم نستذكر نحن معي كل اللي ساعدوك وكل اللي كانوا دافع لك حقيقي لعملية التفوق والنجاح. أنا قبل ما أختم مع حضرتك، شو طموحك بالمستقبل؟ شو ممكن إنه بالمستقبل نشوف يارا وين؟ هلا هذا سؤال أنا مخططت له، بس يعني حابة أقول شي فوت الفرع العلمي، وهيدا التفوق بهيدا المرحلة هيك إنه فتح عيوني على تفوق أكبر. تمام. بالشهادة الثانوية، ومخططة كمان فوت لكلية الطب البشري إن شاء الله. يعني فينا نقول هو الطموح بيكبر تدريجيا خطوة وكل تمام. خطوة هي بتفتح أبواب للمرحلة اللاحقة. تمام. بختام الحلقة يارا وحيد صفية، أنا اسمحي لي أقدم لك شهادة تكريم، طبعا هذا تقدير للجهود تفضلي اللي حضرتك بذلتيها لتكوني اليوم الطالبة الأولى ولترفعي اسم سوريا عالي بالمجال العلمي وبكل المجالات إن شاء الله بعد التخصص والنجاح والانطلاق للحياة المهنية. إذن يارا وحيد صفية كنت ضيفتنا اليوم ببرنامج متفوقين، الطالبة الأولى على مستوى سوريا في شهادة التعليم الأساسي بمجموعة 3100 أي الدرجة الكاملة. شكرا لك، واستمري وحافظي على هذا التفوق والنجاح. شكرا كثير لكم، وانبسطت اني كنت معكم اليوم. انا كمان بدي اتشكرك السيده احلام فاهود، حضرتك مهندسه مدنيه ايضا وشريك حقيقي وداعمه حقيقيه ليارا بمسيره تفوقها ونجاحها من الصف الاول لليوم لبرنامج المتفوقين، وحتى شاركتها بالحلقه، فشكرا لك لهي الجهود اللي بذلتوها. شكرا لكم، بتشكر حضرتك كثير على هذا اللقاء الحلو، وبشكر الكادر كلياته من مخرج ومصورين، والله يعطيكم العافية وبتمنى التفوق والنجاح للجميع. أكيد من ضمن صوتنا لصوتك، والشكر الأكبر لكم مشاهدينا لمتابعة حلقة اليوم، ونتمنى فعلا أنه يكون برنامجنا المتفوقين هو البرنامج الملهم الحقيقي للجميع ليكونوا ضيوفنا في البرنامج. دمتم بخير وإلى اللقاء.